يعتمد تقدم البلدان والأقاليم على عدة عوامل، منها قطاع النقل لأنه المفصل الذي ترتبط به كل الحلقات الحياتية والمهنية الأخرى، ومن هنا اكتسب هذا القطاع أهميته وتأثيره المباشر على الناس، وخاصة مع تطور وسائل التنقل المعتمدة. في هذه الحلقة من أربيل سنبحث في منظومة النقل العام وشبكة المواصلات في إقليم كردستان والتحديات التي تواجهها على مستوى توفير الخدمات وتطويرها بما يتناسب مع التزايد المستمر في حجم السكان وخاصة المدن الكبيرة. والله النقل خاصة بالداخل يعتمد على التاكسيات وعلى الباصات الصغيرة، والازدحام كبير، ازدحام كبير، والتنقل صعوبة داخل المدينة. الأقليم ما يحتاج لها مثلاً مطارات، مثلاً من أربيل تطير على سليمانية بطيارة، لأن خاصة على ما تدخل إجراءات المطار وهذه طول. أنت في هذه الفترة إذا عندك سيارة وإذا تأخذ تاكسي تسرع، يعني أسرع وقت توصل سليمانية لودوك. بيما بازار سيارة لكن بيبا باسينة. رغم أن تكلفة التنقل عبر سيارات الأجرة أعلى من الحافلات العمومية، إلا أنني أفضل ركوب التاكسي حين آتي إلى السوق، لأن الباص لا يوفر وسائل التدفئة والتبريد، الركاب ناهيك عن الوقت الطويل الذي يستغرقه. لو أن الحكومة وفرت المترو أو الترام لكان ذلك أفضل وأكثر أمناً وراحة. الآن الزخم الحاصل في داخل أربيل بسبب الكم الهائل من السيارات، فالتوسعة اللي تصير توسعة للخارج 120-150، بس بالداخل لا. أما إذا تتحدث عن باقي المحافظات فتحتاج إلى أكثر من خط، سواء إلى الموصل أو إلى الكركوك، لأنه هذا منفذ رئيسي للإقليم حتى ينزل إلى باقي المحافظات. لم تكن فكرة تطوير منظومة النقل العام وشبكة المواصلات ذات أولوية في إقليم كردستان العراق إلى وقت قريب، لهذا تتبع جميع محافظات الإقليم هنا الطرق التقليدية في تنقل سكانها، وهي إما بواسطة مركباتهم الخاصة أو مركبات عمومية يمتلكها أفراد أو مؤسسات، وتكون إما سيارات للأجرة مخصصة لأربعة ركاب أو حافلات صغيرة وكبيرة تنطلق من مرائب خاصة وتعود ملكيتها لإدارة المدن. قطاع متخلف قبل 20-40 سنة كان عندنا سيارات بالشكل، لكن عدد السيارات زادت والنقل العام عندنا ضعيف كلش، يعني ما عندنا لا مترو لا قطار كهربائي لا باص كهربائي لا اندرغراوند، يعني ما عندنا شيء إلا الباصات صغار. البنية التحتية حالياً في جميع محافظات إقليم كردستان وخاصة العاصمة أربيل مهيئة فقط لنقل الركاب عن طريق حافلات لا تعتمد على جداول زمنية وتوقيتات محددة والوقوف في محطات مخصصة حتى الوصول إلى خط السير النهائي. حسب التخطيط اللي مسويته الخطوط الموجودة حالياً، هي صحيح يفوت الباص من شوارع الرئيسية، يعني النفر لازم يطلع على طريق الباص، يعني الباص ما يدخل كل مكان، يعني يكون مكانات هواية بأنه باص ما راح يوصل له، لازم يعني التاكسي. الحكومة أوقفت منح التراخيص والتصاريح لتشغيل العديد من خطوط نقل الركاب الداخلية والخارجية والتي كانت تمنح سابقاً وفق أسس وشروط، حفاظاً على توازن تلك الخطوط ومنع زيادة أعداد الوسائط العاملة، في حين تسمح ببيع وشراء تلك التراخيص ونقل ملكيتها من سائق إلى آخر. الخطوط هي بصراحة غالية وما حد يقدر، يعني قليل الناس تقدر تشتريها، حتى اللي دا يشتغل خطوط هم المأجرين الخط، يعني الخط ونقابة تعرف بهذا الشيء. يعني اضرب لي أمثلة على الأسعار. أسعار يعني مثلاً خط إنكاوا، خط إنكاوا راح يوصل سعره إلى مثلاً 4.5 دفاتر، 4.75 دفاتر مثلاً. مثلاً أنا أريد أشتغل باص، اشتريت باص خلي يكون سعره دفترين، ما أقدر همين أني أروح أشتري خط سعره 4 دفاتر وكسر. فشنو راح أسوي؟ أكو ناس مشترية هاي الخطوط تأجرها مثلا إيجار الخط يوصل إلى 300
ألف 350 ألف بالشهر شهرياً. إحنا كوزارة يعني هواية الخطوط إحنا موزعين بمبالغ رمزية بس أكثرتها إحنا موزعين يعني قبل سنوات إحنا موزعين. ليش احنا مثلا عندنا خط داخلي 40 سياره، هاي ال 40 سياره احنا اذا نزيدها على 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 60 هذا دخله يقل، هذا الشخص ما يقدر يعيش العائله مالته على مود هذا احنا ما ندخل. والخطوط بيناتهم دا يبيعون وهاي احنا ما لنا علاقه، احنا بس تنقل خط. مثلا حضرتك عندك خط فد مكان تريد تنطيها الواحد او تبيعها، بس تيجي تسوي تنازل يمنا يعني. من يحدد هذا السعر؟ هم احنا ما لنا علاقه بهاي اسعار الخطوط. وفيما يخص الاحياء السكنيه والمناطق المستحدثه فهناك عده اجراءات حكوميه معتمده لمد خطوط النقل العام بالحافلات منها واليها، وهي عادة ما تأتي مباشرة بعد خطوات مد الكهرباء والماء والمجاري وتزايد أعداد السكان. مثلاً فد محلة جديدة يسوي له خط، احنا نسوي إعلان الشروط مالتنا يعني نعلنها، مثلاً السيارة موديل هالقد، السائق ما تكون مستفيد من قبل، لازم عنده إجازة عمومية، لازم يعني هاي الشروط احنا نعلنها. هو يجي يقدم مثلا احنا نريد 30 سياره على هالخط، يجون يقدمون مثلا 150 واحد. اكو لجنه عليا من الوزاره مالتي وممثل المحافظه وممثل نقابه السواق يجون هنا علني، نسوي القرعه، بالقرعه نطلع هاي 30 ونعطيهم الخطوط وما يدفعون هاي الرسومات مال الحكومه، هاي الرسومات الرمزيه. محافظة أربيل بحكم موقعها الجغرافي والإداري هي الأكثر اكتظاظاً بوسائل النقل البرية، ومنها تنطلق مئات المركبات يومياً نحو باقي المحافظات العراقية إضافة إلى دول الجوار الإقليمي، وتنتهي إليها الكثير من خطوط سير النقل الخارجي القادمة من السليمانية وكركوك وبغداد والموصل. حالياً يعني كمثال مدينة أربيل توجد 35 ألف سيارة تاكسي يشتغلون بأربيل، بالمركز أربيل والأقضية والنواحي، كل محافظة أربيل اللي بالداخل واللي بالخطوط، يعني الخطوط عندها خطوط بين الأقضية والنواحي والمدن. الباصات عندنا 8000 باص داخل محافظة أربيل بين المركز المحافظة وبين المحلات السكنية، عندنا 30 خط باص. الباصات حاليا الباصات الكوسترات ابو ال 21 نفر، وعندنا الباصات الميني باص عندنا 14 من 11 نفر الى 14 نفر. قبل احنا كان عندنا الباصات الكبيره اللي كانت 45 نفرات، هاي الباصات اللي كان موديلاتها قديمه وكان يسوي ازدحام بالشوارع مال اربيل. هاي الباصات احنا طلبنا من السواق اصحاب الخطوط تغيرون هاي الباصات او على الكوستر او يغيرون على الميني باص. ما تزال الطرق الخارجية والتي تعاني من مشاكل في البنى التحتية تشكل عائقاً أمام منظومة النقل وشبكة المواصلات في إقليم كردستان، والتي من شأنها تأمين التنقل عبره.
ليس فقط الطريق الرابط بين أربيل والسليمانية المعروف بطريق كويسنجاق هو الوحيد الذي يحتاج إلى إعادة التأهيل ليتناسب مع حجم الزخم المروري، بل هناك العشرات منها وخاصة الطرق الخارجية التي تمتد إلى الأقضية والنواحي والأرياف. ولكن تسليط الضوء على هذا الطريق كويسنجاق تحديدا يأتي من أهميته الاستراتيجية والزحام المروري الذي يشهده باستمرار، وخاصة عبر مركبات الحمل التي تنقل الوضائع من إيران، ناهيك عن صهاريج النفط ومركبات عمومية وغيرها. بعد ناحية كسنزان شرقي أربيل والتي تقع على بعد 15 كيلومتر منها تقريبا، تبدأ رحلة في طريق ذو مسرب واحد يضم عشرات المطبات ويمتد على مسافة 95 كيلومتر تقريبا، وينتهي عند منتجع دوكان السياحي ليتحول إلى مسربين. يعود تاريخ إنشاء هذا الطريق إلى ثمانينيات القرن الماضي. مشاكلنا من الدوكان ما عندنا مشاكل صايدين، بس من نطلع من الدوكان الأربيل صايد واحد يضوج وازدحام عليه وبيتصاد ودوم يصير حوادث. طالبنا بصيانة الشارع بس يشتغلون قليل، يشتغلون ضحايا كثير عندنا سنويا، كم يعني عشرات يموتون نتيجة هذا النقل البري السيء. إذا تسافرين منا الأربيل على طريق كويسنجاق أو على طريق مسماقولي مثل ما نقول، يعني إذا سيارة كبيرة في سايد واحد نشوف وراء 20 سيارة ما يقدرون يطلعون. ومنذ ما يقارب 5 سنوات تعمل الحكومة على صيانة هذا الطريق وتحويله إلى مسربين، أسوة بالطريق الرابط بين أربيل ودهوك والذي أنجز بشكل كامل في يونيو. لكن معظم الأعمال بين كويسنجاق ودوكان والتي تتضمن قشط الأسفلت القديم ومعالجة التخسفات والإكساء تسير ببطء لجملة أسباب عزاها البعض إلى الميزانية، في حين عزاها البعض الآخر إلى تدخل جهات متنفذة في إدارة السليمانية. إحنا حدود شغلنا توصل حد منطقة كويسنجاق، وراها هذا إلى علاقة بمديرية العامة مع الأربيل. إحنا لحد ذاك المنطقة مثل ما قلت عندنا مرحلتين، المرحلة دوكان تشوار قرنا، المرحلة الثالثة هي بنهايتها إن شاء الله خلال كم شهر القادم تخلص، والمرحلة الوسطانية هي 25 كيلومتر هذا من 25 كيلومتر من جسر هيزوب لحد قرية آريشا اللي قريبة من دوكان. هاي المرحلة الصعبة 25 كيلومتر هسه يشتغلون بها ونسبة الإنجاز بها تقريبا 40%. أكو مرحلة ثالثة منطقة دوكان لحد قرية آريشا هاي 10 كيلومترات. عندنا التصميم كامل مالتها مكمل، بس بعدنا ما دخلت مرحلة التنفيذ، مرحلة التندرين والتنفيذ. يعني بالنسبة لنا إذا تخلص المرحلة الثانية 25 كيلومتر والمرحلة الثالثة 10 كيلومترات، اللي هذا بس تخلص هاي المرحلتين اللي علينا مثل مديرية العامة مال السليمانية للربط بين السليمانية أربيل تخلص. إذا حكومة معدها ميزانية خلي الشركات العالمية تجي تبني القطارات، تبني الأنفاق، تبني ما أدري هاي المترو أندرغراوند غيره، ليش ما يسمحون؟ وشنو السبب يعني؟ الأسباب مثل ما نقول أنه الحكومة هي دائما بيد الحزب والأحزاب تفكر في مصالحها، وحتى الميزانية العامة على أكثر نشوفها بيد الحزب. سنتعرف بالتفصيل على الحلول المقترحة والخطط المستقبلية لقطاعي النقل البري والجوي في إقليم كردستان، ولكن بعد وقفة قصيرة مع هذا الفاصل.
على الرغم من المشاكل والمعوقات التي استعرضناها لكم عن واقع النقل في إقليم كردستان، إلا أن المؤسسات المعنية بهذا الموضوع لديها خطط ومشاريع قيد التنفيذ أو الدراسة لتنمية هذا القطاع الحيوي، لكنها تنتظر التمويل. كان من المفترض أن تشهد أربيل الكثير من المشاريع الواعدة الخاصة بقطاع النقل والمواصلات، فضلاً عن إنشاء خط الترام على شارع الثلاثيني الذي يحيط بقلعة أربيل الأثرية، تمهيداً لتطويره ليضم بعد ذلك الشارع الستيني التجاري. هاي المشروع استيباز نفسه شركة إيطالية صممت، هذا محاضر. حالياً الوزارة تريد يعني تنفذ أو المشروع ترامواي بالأول أو الاستيباز. الاستيباز تكون كلفتها أقل، ميزانية هاي المشروع يعني ما يتجاوز 300 مليون دولار. هاي المشروع كامل وجاهز يعني، بس حالياً الوزارة مشكل لجنة عليا دا يدورون على أو مستثمر أو التنفيذ مشترك ويا شركة خاصة. يسمي الأربيليون هذه الأطلال الموحشة سجن المحطة، هنا حيث المحطة الأخيرة للمسافرين بالقطار من بغداد إلى كركوك فأربيل. تتبعنا خط السير القديم ولم نجد أثراً حتى لقضبان السكة الحديدية. تحول هذا المكان منذ 40 سنة أو يزيد إلى سجن مركزي، وصارت قاعات الاستقبال والتوديع زنازين تحتجز بين جدرانها الكثيرين. ولأن دوام الحال من المحال، فلم تبقى المحطة ولم يبقى السجن، وكل ما تبقى هي مجموعة ذكريات مكتوبة على الجدران الخارجية بأقلام المسافرين وعلى الجدران الداخلية بأقلام السجناء. حكومة إقليم كردستان أعلنت مراراً عن سعيها لتطوير خدمات النقل العام للارتقاء إلى مستويات عالية من الكفاءة والسلامة العامة من خلال إعادة هيكلة خطوط نقل تمتد لمئات الكيلومترات، كما أنها أعلنت عن مشروع للسكك الحديدية يربط محافظات الإقليم ببعضها البعض، ولكن كل هذه المشاريع ظلت متوقفة حتى الآن لأسباب ربما تتعلق بالوضع الاقتصادي لإقليم كردستان. بس كمعلومات اللي عندي، وزارة النقل العراق عندها فد مشروع من يعني من زاخو يعني حتى القطار ينربط ويا تركيا، من زاخو على يجي على موصل وعلى أربيل وعلى سليمانية ومن هناك على بغداد وكركوك، وهاي اكو فد مشروع يعني مستقبلي. بس كوزارتنا احنا يعني تقريبا حاليا ما عندنا شيء يعني كسكة قطار بين المحافظات. بس تخلص هذين المشاريع الاستراتيجية اللي هسه هي خلال مرحلة التنفيذ، وهذا اللي تربط بين سليمانية وأربيل وسليمانية كلار، وعندنا طريق ثاني تربط بين سليمانية حلبشة، هذا بمرحلة الأخيرة، وعندنا دبل سايدين سليمانية بنجوين. بس تخلص هذني بعد ما يحتاج طرق ثانية وثالثة للربط بين هاي المحافظات، لأنه طريق دبل سايد يكفي. لدى حكومة إقليم كردستان العراق مطاران دوليان في أربيل والسليمانية، وتنوي حكومة المركز إنشاء مطار ثالث في دهوك للنقل الداخلي لتطوير النقل الجوي بما يتلائم مع حركة السياحة والتجارة. فسيشهد هذا القطاع إقبالاً يتناسب مع حجم المشاريع المعدة له.
عدد الرحلات الجوية من وإلى مطار السليمانية قليلة مقارنة بمطار أربيل الدولي، ولا توجد رحلات مباشرة بينهما رغم الدعوات المتكررة من جانب شركات النقل في إقليم كردستان. المسافة بين محافظتي أربيل والسليمانية لا تتعدى 210 كيلومترات، لكن الحاجة إلى إنشاء مسار جديد للتنقل بات واقعا في ظل المشاكل التي يعاني منها المسافرون على الطريق البري الرابطة بين المدينتين مرورا بكركوك او قويسنجاق. وكان بفتره قصيره قامت الشركه بنقل مسافرين بين مدينه السليمانيه واربيل، لكن عدد المسافرين كانت لا تكتفي لمتطلبات الشركه من ناحيه الخساره والربح، ولهذا توقفت هذه الرحلات. من جانبنا قدمنا طلبا الى شركه العامل للخطوط الجويه العراقيه كناقل وطني في العراق لاستئناف تلك الرحلات لتقديم خدمات إلى المواطن بين مدينة سليمانية وأربيل، لكون وجود مطاري سليمانية وأربيل وأيضا كون وجود مقر حكومة إقليم كردستان ومقر شركات والقنصليات في مدينة أربيل، وكذلك وجود شركات في مدينة سليمانية والتنقل بين سليمانية وأربيل. وطلبنا من شركة الخطوط الجوية العراقية لدراسة هذا الموضوع واستئناف رحلات كتجربة أولية رحلة أو رحلتين أسبوعين، لكن مع الأسف الشديد هذا الطلب لم نلقي أي جواب من هذا الطلب. وحسب قانون الطيران العراقي، سلطة الطيران العراقي هي المسؤولة عن تجهيز وفحص وتأمين كافة مستلزمات الملاحية في كافة مطارات العراقية بما فيها مطارات الإقليم. غياب رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية التي تعود ملكيتها لحكومة المركز تثير التساؤلات عن أسباب عدم اتخاذ قرار باستئناف الرحلات الجوية بين اثنتين من أبرز وأكبر مدن إقليم كردستان على غرار الرحلات إلى مطارات بغداد والنجف والبصرة. السبب أولاً يعود إليهم، ثانياً برأيي أي شركة تقوم بأي رحلة بين مطارين تدرس الربح والخسارة، بس هذا الموضوع كان من المفروض شركة العمل للخطوط الجوية العراقية كشركة وطنية تأخذ النظر عن هذا الموضوع، لكون المواطن العراقي هو الذي يسافر على خطوط الجوية العراقية. حتى إذا كان الخسارة قليلة كان من المفروض الشركة العمل للخطوط الجوية العراقية تقدم مثلا تذاكر السفر بأسعار مشجعة للمواطن لسمعة الشركة وتسهيلها للمواطنين. ثانيا المسافة بين أربيل والسليمانية عن طريق الجو بحدود 15 إلى 20 إلى 25 دقيقة طيران، كان هذه المسافة مساعدة لشركات الخطوط الجوية لقلة استهلاك الوقود واستهلاك الطائرة. والسبب والأسباب غير معلومة حقيقة، إدارة شركة الخطوط الجوية العراقية هي المسؤولة عن دراسة هذا الموضوع والقرار الأخير بهذا الموضوع. يعني ما مفروض الحكومة تفكر دائما في الأرباح، هي قطاع خاص لو قطاع عام ما ندري. الجو تابع لمن؟ تابع للحزب، تابع للشركات الحزبية، الشركات قطاع خاص، تابع للحكومة. نعرف هذه خسارة، لكن هذا الربح على في صحة المواطن، وهذه راحة المواطن، سلامة المواطن، سرعة العمل للمواطن. يعني لازم يفكرون بهالشكل، مو يفكرون ما مربح. ما مربح شنو؟ احنا نفكر في احنا قاعدين بشركة هي اقليم كردستان شركة تجارية، شنو مدى نفهم هذه تعبير غريب، ما لأول مرة دا اسمعها. قطاع النقل الذي يفترض أن يواكب التطور العالمي يبدو أنه ما يزال في إقليم كردستان يسير بخطوات بطيئة وبعيدة عن مستوى الطموح، والسبب في ذلك كما اتضح من خلال مجريات هذه الحلقة هي الأزمات الاقتصادية التي توالت على الإقليم خلال السنوات الماضية. ولكن على الرغم من ذلك هناك محاولات جدية ومشجعة حول تنفيذ مشاريع من شأنها تطوير هذا القطاع الحيوي الذي يخدم مصالح الناس بشكل عام ويطور من اقتصاد كردستان. إلى اللقاء.